أكبر ملعب كرة قدم في أوروبا بات بدون جمهور، تفاصيل أكثر في حلقتنا اليوم. أجمل وأطيب وأغلى التحيات مني غالي دغستاني إليكم متابعي الحياة والمجتمع في أوروبا في كل مكان، صورة عن أسلوب الحياة في أوروبا بكافة أشكالها الاجتماعية الثقافية والفنية، وستكون البداية مع لمحة سريعة عن أبرز المواضيع. وجبة شهية ومبتكرة في حلقتنا اليوم، وكيف يحول فنان بريطاني رسوم الأطفال إلى أعمال مضحكة؟ كل فتاة تريد أن تكون الأكثر أناقة، ولكن في العالم الحديث ومع سرعة الحياة اليومية بات من الصعب تتبع جميع اتجاهات الموضة. في الجولة التالية مشاهدينا سنتعرف على اتجاهات الموضة لهذا الصيف مع المصممة أوغو دونغي. معها يبدو أن موضة الموسم ستكون بعيدة جدا عن الأزياء الرسمية، لنتابع المزيد من خلال التقرير التالي. بمثل هذا الزي يلفت المرء الأنظار حتى في عاصمة الموضة باريس، لكن زي الفرنسية أوغو دونغي الشبيه بالكيمونو وبمظهره المعدني اللماع هو الدارج حاليا، وهي على علم بهذا الأمر لأنها تعمل منسقة أزياء لمجلات الموضة واختارت ملابس شهيرات كالممثلة كاتخين دونيف. إنه يلمع وهو فضفاض بعض الشيء، هذا ما يحتاجه المرء حالياً. هناك رغبة في أن تبدو جميلاً، قصة الأكمام واسعة أيضاً. هذا الزي برأيي يمثل المرأة بشكل مثالي في ربيع والصيف هذا العام. يعتمد مصممو الأزياء على البريق واللون الفضي في هذا الموسم، إما من الرأس أو حتى القدمين أو بشكل جزئي من خلال الأحذية أو حقيبة اليد. صحفيو الأزياء يرون حالياً في هذه الموضة شوقاً كبيراً إلى الحفلات. هناك إقبال على مظهر الديسكو، عناصر براقة للسهر والاستمتاع، حتى لو كان السهر غائباً حالياً، ولأن هذا غير ممكن الآن، يمكن للمرء ارتداء الأزياء في البيت والتقاط صور سيلفي لنفسه. اللون الوردي بكل تدرجاته يساهم أيضاً في تحسين المزاج ولفت الأنظار، سواء بلون وردي فاتح أو زهري فاقع. المصمم الألماني لوتس هولي يربط اللون الفاقع في مجموعته الصيفية مباشرة بالموضة القادمة المستوحاة من حالة الإغلاق الحالية. هذا هو التصميم الأول الذي بدأت به، وهو التصميم الأول الذي فكرت فيه. هذه ببساطة بدلة نوم. أنا قضيت الأسابيع الأولى في بدلة النوم، ولذا فكرت في كيفية تصميمها بشكل مختلف. عندها خطرت لي بدلة النوم باللون الرمادي. سيكون رائعاً لو يذهب المرء للتسوق وهو يرتديها. الزي المريح الفضفاض هو من الأزياء المفضلة لدى دونغ. محررو الأزياء يرون في هذه الموضة رداً على البقاء الطويل في البيت. لقد اعتاد الناس على الجلوس في البيت والعمل من البيت، ولذا يريدون أن يكونوا مرتاحين في ملابسهم. الملابس الفضفاضة أصبحت مهمة، ولكن مع قصات منحنية، والأفضل مع استخدام مواد أعيد تدويرها. في الموسم الحالي هناك تركيز على أن تكون الملابس فضفاضة، وخاصة في الجزء العلوي من الذراع. الأكمام المنتفخة مرغوبة حالياً. عادت موضة الأكمام المنفوخة، وعاد أيضاً حضور الكتفين. نحن لسنا في سنوات الثمانينات، لكننا نشعر بتأثير موضة الثمانينات. الأكمام مهمة جداً حالياً، ويمكن أن تكون ذات كسرة أو مطرزة أو شفافة، على سبيل المثال من قماش الشيفون، ولكن الأهم أن تكون منتفخة وفضفاضة. ملابس البطن المكشوفة عادت هي الأخرى بتنويعاتها المختلفة، ومن يريد ملابس أكثر احتشاماً سيجد غايته في أزياء الأناقة البسيطة. هذه البساطة تذكر بموضة هيلموت لانك في ثمانينيات القرن الماضي، أو بشكل خاص في تسعينيات القرن الماضي.
البساطة هي الهدف هنا، لكن مع إضافات قليلة لكي لا تصبح الأزياء مملة. أزياء فضفاضة بدون تعقيدات مبالغ فيها، مصنوعة من أقمشة فاخرة بعناصر مميزة أو بلمسة رياضية، وهو ما يجعلها مناسبة لهذا الصيف. الجولة التالية مشاهدينا خاصة بعشاق منتخب برشلونة، سنأخذكم إلى ملعب كامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، ملعب كرة القدم يعد الأكبر في إسبانيا من حيث السعة الجماهيرية، ويعد أيضا أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا على الإطلاق. مراسل يوروماكس سيأخذنا بجولة في كواليس الملعب، وسنتعرف معا أيضا على متحف النادي ومقصورة اللاعبين. نتابع معا المزيد. بالنسبة للبعض هو ملعب عادي تماما، وبالنسبة للآخرين هو مكان مقدس تلتقي فيه كرة القدم والعواطف وحب الوطن. سيكون الأمر واضحا إن لم أتمكن من الدخول بمهارات الكروية إلى أكبر ملعب في أوروبا، ملعب نادي برشلونة، مسرح انتصارات لا تحصى ومحل الإقامة الثاني لكبار النجوم. منذ افتتاح كامب نو وترجمته الملعب الجديد في برشلونة عام 1957، أصبح معلما للمدينة الإسبانية. تقع برشلونة على البحر المتوسط مباشرة، وهي عاصمة إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا. تشتهر المدينة بوجهها الثقافي وأسلوب حياتها وبنادي برشلونة لكرة القدم، وقد ساهم أعضاؤه ومشجعوه في تمويل بناء الملعب. يتسع ل 99,354 متفرجاً، وهو مسرح مثير للإعجاب وخاصة في الكلاسيكو عندما يلتقي برشلونة بخصمه اللدود ريال مدريد. التقيت في غرف تبديل الملابس في الملعب بشخص يكاد لم يفوت مباراة للنادي على أرضه. إرنست يشجع برشلونة منذ طفولته. أعتقد أن ملعب كامب نو لا يقارن، فسرعان ما يثير لدي مشاعر حنين، فقد كنت آتي إلى هنا دائماً مع أسرتي عندما كنت صغيراً. كامب نو بمثابة منزلي الثاني. يعرض متحف بارسا الواقع في المبنى الملحق بالملعب النجاحات الرياضية عبر تاريخ النادي المبتد لأكثر من 120 عاماً. 5 انتصارات ببطولة أبطال أوروبا، وألقاب كثيرة في الدوري، وأرقام قياسية للفوز بكأس إسبانيا. لكن النادي يريد أن يكون أكثر من مجرد ناد كما أوضح لي مدير المتحف. أعتقد أن جميع اللاعبين سيدركون يوماً ما أن هناك ما هو أكثر من تلقي المرتب في نهاية الشهر، وهو اللعب والعيش هنا والاستمتاع بالوقت، لأن كرة القدم في نهاية المطاف لعبة وليست عملاً. نادي برشلونة بخلاف أندية أخرى ليس ملكاً لمستثمرين كبار بل لأعضاء النادي، فهو بالنسبة لكثير من الكاتالونيين جزء من هويتهم، بما في ذلك الملعب الذي سيتم تجديده قريباً. لا يمكن تصور نادي برشلونة أبداً بدون ملعب كامب نو، وعندما قررنا تجديد الملعب قال البعض إنه يمكننا بناء ملعب جديد كلياً أكبر وأفضل خارج برشلونة. مستحيل، فهذا ملعبنا، إنه حمضنا النووي وهو جزء من شخصيتنا. والآن سيتحقق أحد أحلامي إذا سيسمح لي بالنظر وراء الكواليس. وما فاجأني هو وجود كنيسة كاثوليكية صغيرة بجانب نفق خروج اللاعبين، وفيها يستطيع اللاعبون المؤمنون الصلاة من أجل المعونة الإلهية. بعد ذلك دخلت إلى غرفة تبديل الملابس للاعبين الضيوف. كثيراً ما كنت أسأل نفسي عندما كنت طفلاً ما هو شعور من يجري داخل ملعب ضخم كهذا. الآن سنحت لي هذه الفرصة. لننطلق. هكذا يبدو الممر قبل دخول اللاعبين إلى الملعب. هكذا تماماً يبدو حلمي عندما كنت طفلاً صغيراً.
للأسف سيبقى مجرد حلم. كان ذلك رائعاً، أعجبني الملعب كثيراً حتى وهو خالٍ. وجودي في مكان يوجد فيه النجوم عادةً كان شعوراً رائعاً جداً، ويمكن الشعور بالسحر المنبعث من هذا المكان. من يكون له عدد كبير من المتابعين بغض النظر عن السبب الذي تابعوه من أجله يطلق عليه اسم المؤثر، فهم أصحاب مخزون كبير يصل إلى ملايين المتابعين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. في التقرير التالي مشاهدينا سنزور شقة جماعية مصممة بشكل أنيق للغاية يعيش فيها نجوم الإنترنت الشباب الناجح في ديف هاوس في ميلانو، ويصورون مقاطع فيديو لتيك توك إنستغرام كل يوم. أجواء رائعة سنتعرف عليها من خلال التقرير التالي. أهلا بكم في أول سكن مشترك لمشاهير تيك توك في إيطاليا. يسكنون معا منذ أكتوبر 2020 الشقة العصرية في وسط ميلانو منصة عملهم. هدفهم إنتاج أعمال لوسائل التواصل الاجتماعي. سيموني بيرليني 21 عاما، الأكبر سنا هنا. ديف هاوس ليس مجرد بيت لثمانية من مشاهير تيك توك، وإنما هو مكان يطور من قدراتنا. نحن نريد صنع شيء لحياتنا وتحقيق أحلامنا. حلمي أن أصبح ممثلاً. لكل واحد منا أفكار مختلفة وأحلام مختلفة، ونحن نريد تحقيق هدف ما. الأغلبية هنا من مشاهير تيك توك، ولدى كل منهم أكثر من مليون متابع، وهم يعملون هنا يومياً لتحضير ظهورهم أمام الكاميرا. وهذا يتضمن التدريب على التمثيل وأداء تمارين رياضات قتالية، كما يقومون معاً بإنتاج مقاطع فيديو قصيرة، كل واحد يستفيد من شهرة الآخر ويوسع بذلك قاعدة شعبيته. تستخدم ألوان عصرية وتصاميم حديثة في تجهيز المكان. كل ما في الشقة البالغ مساحتها 500 متر مربع لافت للنظر وفي موقع جيد. من يرغب في أن ينجح في شبكات التواصل الاجتماعي فيتعين عليه أن يلفت الأنظار. ديف هاوس هو من تصميم الفنان جون بينتاسوليا. أثناء تصميم ديف هاوس كان مهماً بالنسبة لي أن يكون التصميم معبراً عن الجمهور المستهدف. نجوم تيك توك والمؤثرون والفنانون من المساكن المشتركة يعيشون في فيلات فاخرة. هذا يعطي انطباعاً بالتعالي ويخلق مسافة، وهذا ما نريد تجنبه هنا. هايب هاوس في لوس أنجلوس كان أول مسكن مشترك لنجوم تيك توك. نشأ في عام 2019 وكان فكرة ناجحة انتشرت في أوروبا منذ عام 2020 في فرنسا وبريطانيا، ومنذ أكتوبر 2020 في إيطاليا أيضا. جوسيبي غريكو هو من قرر من يمكنه السكن في ديف هاوس. هو نفسه كان مؤثرا ناجحا ذات يوم. يتم اختيار المؤثرين تبعاً لاستعدادهم للاشتغال على أنفسهم. خلال الدورات التي نقدمها يمكنهم تطوير تصورهم لقيمتهم الذاتية، وهم سينقلون هذا تلقائياً إلى جمهورهم، ليس كمعلمين وإنما كشباب يقاربون المواضيع بفضول كبير ويجعلونها متاحة للكثير من الشباب الآخرين الذين ربما لا يمتلكون هذه الإمكانية. لوكا كاسادي هو مؤسس ويب ستارز تشانل، وهي شركة رقمية إيطالية متخصصة بالتسويق للمؤثرين. ولأن تأثير وقوة تسويق ما يسمى بالجيل زد في ازدياد، تنسق الشركات بشكل متزايد جهودها التسويقية معهم. هذا المنزل وسيلة إعلامية جديدة، شكل جديد لتحرير الأخبار، والمؤثرون هم الصحفيون الذين يمتلكون شفرة اللغة والقواعد المناسبة للتواصل مع أبناء جيلهم. المساكن المشتركة هي دور النشر الجديدة، ولتمويلها علينا الاستعانة بعالم الماركت والدعاية.
يحصل المؤثرون على نسبة من عائدات الإعلانات. في بعض الأيام ينتجون حوالي 100 مادة ولا يبقى سوى وقت قليل للحياة الخاصة، لكن هذا ليس مهماً في الوقت الحالي. كلهم يريدون الاستفادة من فرصتهم هنا وعلى الفور. يجب أن يتناول المؤثرون مواضيع مهمة وأن ينتجوا مواد قيمة. لهذا السبب فإن مسؤوليتنا كبيرة. نحن نتواصل مع جمهور أكبر من الناس الآخرين الذين هم في أعمارنا. يمكننا نشر مواضيع قيمة وأفكار وقيم. بهذا الشكل يمكننا مساعدة الناس الذين يتابعوننا. ليس على المؤثرين دفع إيجار السكن، لكن ما يبدو هنا على أنه حفلة كبيرة لا تنتهي هو في الحقيقة وظيفة شاقة. عندما يأتي الفجل الذي عرفه أهل أوروبا قبل الإمبراطورية الرومانية بعدة أنواع وعدة ألوان، وهو من النباتات والثمار التي تزرع في جميع المواسم. الملفت أن بعض الطهاة يقومون بإعداد الحلويات من هذه الجذور. رافقونا مشاهدينا نتعرف معا على المزيد. متبل اللحم والفجل الحار المصنوع من لحم العجل مع صلصة الفجل الحار والكريمة. كريمة الفجل الحار المطبوخ مع بذور اليقطين المحمصة. عجينة محشوة بكريمة الفجل الحار. شرائح السمك المغطاة بالفجل الحار مع البطاطس والكريمة ولحم مع الفجل الحار. يحب كليمنس فونكي هذه الأطباق. الفجل الحار هو المكون الأساس لخبير المطاعم من نورنبرغ، وهو يوضع في الأطباق مبشور بشكل ناعم. في المقام الأول مذاقه حار ولاذع، يجعل العين تدمع عند تناوله مبشورا وطازجا. فيه شيء من نكهة المكسرات والتربة، لذا فهو دسم للغاية. الأطباق التي تحتوي الفجل الحار هي جزء من الحياة اليومية في جنوب ألمانيا، وتأتي غالباً مع الكريمة، وهي المرافق التقليدي للحم البقر المطبوخ أو للسمك. يمكن استخدام الفجل الحار بطرق متعددة بما في ذلك الحلوى، وهذا أمر يصعب تخيله في البداية لأن مذاقه حار جدا. الأمر هنا يتعلق بالمقادير وما أستخدمه لأبرز طعم الفجل الحار، فهو ذو نكهات متدرجة بفوارق دقيقة. كل ما هو دهني مثل الزبدة والقشدة والحليب يجعل المذاق الحار أخف، وهذا لا يجعل مذاق الفجل الحار ألطف فحسب، وإنما يزيل منه طعمه الحار، وعند تعريضه للغلي أو القلي يفقد جزءا من مذاقه الحار. ينتمي الفجل الحار إلى نباتات الفصيلة الصليبية. في الماضي كانت حتى أصغر مزرعة في منطقة فرانكونيا تمتلك حقلا للفجل الحار، لكنه يحتاج إلى عناية مكثفة. وبرغم ذلك يقوم مزارع النباتات العضوية غيرهارد كيرشباوم بزراعته. زراعة الفجل الحار تتطلب 1000 ساعة عمل تقريباً للهكتار الواحد، فهو أحد أكثر النباتات المتطلبة للعمل في الزراعة، إذ يجب أن يقطع يدوياً عدة مرات في السنة، وفي موسم الحصاد أيضاً يتم قطعه وفرزه يدوياً. ما يفعله الجرار هو خلخلة التربة وباقي العمل يدوي. يشكل الحصاد نصف وقت العمل تقريباً، وهذا يتطلب عملاً شاقاً. لا يزرع الفجل الحار خارج أوروبا إلا في بضعة دول كالولايات المتحدة والصين. يعود النبات بأصوله إلى جنوب شرق أوروبا، ولطالما كان الفجل الحار إلى جانب الخردل المادتين الوحيدتين المتوفرتين في أوروبا كأحد التوابل الحارة. ومنذ قرابة 500 عام تتم زراعته في جنوب ألمانيا، حتى أصبح الفجل الحار البافاري تسمية محمية للمنشأ في الاتحاد الأوروبي. تحول شركة شامل العائلية في جيلها السادس في بافاريا هذه الجذور إلى منتج فاخر في أوعية زجاجية. الفجل الحار صحي جدا، فهو يستعمل منذ العصور القديمة كأحد المواد الطبية والتوابل، وهو يحتوي على الكثير من المكونات القيمة والمعادن والمضادات الحيوية.
رغم ذلك يأكل معظم الناس الفجل الحار من أجل مذاقه. شخصياً أحب تناوله بارداً مع وجبة خفيفة، ويمكن تناوله مع الجبن أو النقانق وغيرها، وأنا أفضل تناوله بدون كريمة. تزداد شعبية الفجل الحار في المأكولات الفاخرة في كل مكان وليس في بافاريا فقط. تبدو شهية فعلاً. ننتقل الآن مشاهدينا إلى عالم الأطفال الرائع، فنحن عادة ما نستمتع بالرسومات من خيال الأطفال الواسع، ولكن فنان ومصمم الجرافيك البريطاني لم يكتفي بذلك، فهو يجعل الرسومات تبدو وكأنها حقيقة. تنتشر التعديلات الذكية والطريقة لرسوماته ورسومات الأطفال حول العالم عبر إنستغرام، وتجعل الناس يضحكون في كل مكان. هذه الحيوانات فريدة من نوعها في العالم، حصان دون رقبة، وقطة بأسنان بشرية، وبقرة لها مخالب. هكذا تبدو رسومات الأطفال في الحياة الواقعية. فكر المصمم البريطاني توم كورتيس في خلق عالم يتحول فيه خيال الأطفال إلى واقع. الرسم الأول الذي حولته إلى صورة تنبض بالحياة كان لوحة لي رسمها ابني دوم. كنت أعلم إلى حد ما أنها ستكون لوحة بشعة جدا، فقد ظل يرسمها لفترة طويلة حتى أنني لاحظت مراحل تطور هذه اللوحة المروعة. هذا هو الرسم إذن، وهكذا تبدو النسخة الواقعية. أعتقد أنه عندما شاهدتها زوجتي بيكي ظنت أنها تزوجت الشخص الخطأ. بدأ توم كورتيس بمشروعه الأول أشياء رسمتها عام 2015 عندما كان طفلاه أصغر سناً، وقد ألهمته رسومهما للحيوانات أو الوحوش أو السيارات أو البشر، وباستخدام التقنيات الرقمية حولها إلى لوحات مذهلة. ما يميز المشروع في رأيي هو أنه يشجع الأطفال على الإبداع. هناك الكثير من عوامل صرف الانتباه في العالم، كألعاب الكمبيوتر مثلاً، لكن المهم هنا هو أن يرسم الأطفال فقط على الورق. غالباً ما تنشأ أفكار الرسومات أثناء تنزهات في محيط قرية تشيدينغتون، مسقط رأس العائلة والواقعة شمال غرب لندن. توم كورتيس وزوجته شجعا أطفالهما على التعبير عن نفسيهما بشكل إبداعي، وما حفزهما هو معالجة والدهما المضحكة لرسوماتهما. إنها غريبة جداً، لكن أيضاً جميل أن أرى رسوماتي وهي تنبض بالحياة. لم نكن نعلم أن أبانا استخدم برنامج فوتوشوب لمعالجة رسوماتنا. لقد تفاجأنا. ما بدأ كمشروع عائلي سرعان ما جال حول العالم في غضون بضع سنوات. في البداية أرسل له الأصدقاء رسومات أبنائهم، وغالباً ما كان توم كورتيس يبتكر منها نسخه الغريبة، ثم بدأ بنشر صوره السابقة واللاحقة في موقع إنستغرام أيضاً. والآن يتلقى كورتيس قرابة 100 رسم في الشهر من أطفال من كل أنحاء العالم. أفضل الرسوم هي الساذجة والبريئة، ويمكن أن نرى فيها كيف أن الطفل أدخل عليها الكثير من الخيال. يستغرق تحويل رسم ما إلى قرابة 15 ساعة. درس كورتيس الفن وعمل كمدير إبداعي لدى إحدى الوكالات، وكان يعالج الصور في وقت فراغه، ولذلك أصبح مشروعه أشياء رسمتها كهواية يقوم بها. قمت بأخذ هذه العين من صورة أصلية وسأضعها هنا على الصورة مرة أخرى، ثم أقوم بتكبير الصورة لأتمكن من رؤية التفاصيل وأتأكد من أنها مناسبة. وبهذه الطريقة تتحول صورة الأرنب إلى مخلوق من عالم خيال الطفل. سيواصل توم كورتيس تحويل رسومات الأطفال الخيالية إلى واقع إبداعي، وذلك بفضل ما يرسله إليه أطفال من كل أنحاء العالم. في
فكرة تحويل خيالات الأطفال المرسومة إلى حقيقة فكرة مثالية في هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها. وبهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من يورومكس. أشكركم على حسن المتابعة، وسأكون سعيدة دوما بتلقي مقترحاتكم وأسئلتكم. يمكنكم التواصل معي دوما عبر فيسبوك وإنستغرام. لكم مني غالية دغستاني وفريق عمل يورومكس أغلى التحيات. دمتم بألف ألف خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.